شاكر جدا. لما اخترعوا الكوبري في اوائل القرن 19 كان الهدف منه نبيل جميل، انه يخدم البشريه، يعديك بحر، يعديك من جبل لجبل تاني. انما عندنا هنا الكوبري بقى حجه، مبقاش طريق، بقى طريقه نتحجج بيها. كل ما تسال واحد يقول لك انا على الكوبري مزنوق، اصل الكوبري واقف. يا ابني اتاخرت ليه؟ اسكت يا ريس على اللي حصل على الكوبري. الله، ايه اللي حصل على الكوبري؟ اللي انا مش فاهمه بقى، احنا كمصريين بنتاخر ليه؟ ما الزحمه اصبحت جزء من حياتنا زي الميه والهواء، بنتاخر ليه؟ يعني لو معاد حضراتكم مثلا الساعه 10، بتنزل 10 ل 10، ايه العشم ده؟ انت جبت العشم والثقه دي منين؟ الناس مثلا هتختفي ولا انت ناوي تطير؟ الله، ده عربيه الاسعاف يا مؤمن ما حدش بيبص عليها، اكيد الطريق هيبقى واقف، مش بعيد تلاقي سلم بيتكم واقف من الدور التاني لغايه ما توصل تحت. النتيجه ايه بقى؟ الناس كلها بتتاخر، ونبدا نكذب على بعض ونحور على بعض، كل ده عشان بنتاخر. واحد يقول لي طب ايه الحل؟ بسيطه جدا، هو انت لما بتعزم على فرح ويقول لك الساعه 9 وتروح 11، ما انت ما بتلاقيش حد. حتى العريس والعروسه تقريبا لسه ما جوش، بيتصوروا عند النافوره بتاعت الجامعه او لسه عند الكوافير، اي حاجه يعني. يبقى هو ده السيستم، نعممها. عندك مشوار الساعه 8 روح 10 عادي، زي الشفره بتاعت رأفت لجان اللي هو الساعه 7 في روما يبقى 12 في بانكوك. هو بالظبط كده. عندك ميتنج الساعه 8 في المكتب، يبقى نتقابل الساعه 12 بالليل عند باحه ونتعشى مع بعضينا عادي، ونمشيها كده. المحاضره الساعه 2 نروح الساعه 4، مشوار الساعه 1 نروح الساعه 3، جيم الساعه 7 ما تروحش اصلا. هتروح ليه؟ عادي، ما حدش، بروح وما بخسش. في ناس بتقول ان احنا بلد متاخره ومش لاحقين ركب التطور، عارفين ليه؟ لان ركب التطور كان الساعه 8 واحنا رحنا 10:30. انا برضو مش فاهم ايه اصرارك ان احنا نشتري عربيه دلوقتي، مش احنا اولى بالفلوس دي؟ عشان الفلوس اللي معانا دي يا حبيبي لو جابت شقه هتبقى في اخر الدنيا، وساعتها برضو هنضطر نجيب عربيه. طب ما ساعتها نركب اوبر ولا حتى نركب كريم. اوعى تقول الاسم ده قدام ماما، هتقعد بقى تفتكر كريم ابن خالتي اللي كان عايزه اتجوزه لي، وتقعد تقول لي ازاي سبت كريم الكيوت القمر الجميل وفي الاخر اخترتك انت. يعني دلوقتي كريم بقى كيوت وقمر قوي بعد ما قلت لي ان انا احلى واحد في الدنيا؟ ربنا يسامحني بقى. مساء الخير. مساء النور. مساء الخير. مساء النور. اقدر اساعدكم في حاجه؟ لا احنا بس سوري، اقدر اساعدكم في حاجه؟ اه جدا، اتفضل. لا حضرتك، احنا جايين ناخد فكره بس، مش عايزين مساعده ولا لا. معلش يا حبيبي، جو بتاع اخد فكره واشتري بكره اولد فاشون بالنسبه لنا والله، ولا ليك عليها حلفان. زبون كان عندي نهوض امبارح بس سال على سعر عربيه، هو عارف السعر من هنا، بطنه كركبت وقال لي الحمام بسرعه، دخل حمام خرج. بقول له شوفيتم العربيه زادت 10 بواكي. للدرجاتي؟ لو مش مصدقه الحمام اهو. ويا رب لو بكذب سامحني. طب حس كده، يعني احنا المفروض ان احنا ان شاء الله ده يعني على وش جواز، احنا كنا عايزين حاجه صغيره كده يا دوبك نقضي بيها مشاورنا. يا ابني انت عبيط؟ في حد بيتجوز دلوقتي؟ اوه يس. انت مش شايف؟ محتاجين حاجه على قد على قد القدود. اتفضلوا بقى. ماشي يا حبيبي. ايه ده؟ ايه ده؟ ايه ده؟ حضرتك دي بتاعتي انا. انا المفروض كده. انا ما اعرفش ايه اللي حصل. سوري معلش. اتفضلي. اتفضل يا سيدي. هو اي حاجه؟ ما اعرفش، غريب قوي. غريب قوي. اقدر اخد فكره عن الميزانيه؟ يعني احنا لو هنتكلم كمقدم يعني في حدود مثلا 10 15 مليون. لا مليون ايه؟ 15,000. كم؟ 15,000. الحقوا يا جماعة، واحد جايب 15,000 جنيه عاوز يدفعه مقدم عربية. انت بتضحك على ايه؟ ليه؟ ايه يعني اللي بيضحك ليه؟ لا 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 ارجوك ما تقفش، ده احنا بنستنى الزبون اللي زيك عشان يخف علينا اليوم، احنا واقفين بقالنا 24 ساعة. بص ايدك ما تتضايقش. عاجبك الحفلة اللي معمولة عليا؟ يا نهار ابيض، 15,000 حضرتك دول تروح تدفعهم مقدم توك توك سكوتر حاجه كده، ولو كفوا كمان. وانت يا بنتي ايه اللي وقعك الوقعه السودة دي؟ اه قوي. اقول لك على حاجه،
انا اعرف لك واد لسه واخد مني مرسيدس كاش، تاخدي رقمه؟ امور مش قوي بس العربيه سبور. اديني انا رقمه وانت تخلصي خالص، مش عايز اسمع صوتك يا استاذنا. هي دي الفلوس اللي معايا، وبعد اذنك احنا لسه ورانا حاجات كتير، جهاز وشقه واوضه نوم، انا ورايا حوارات. في عربيه ولا مفيش؟ طب على ايه تقسم الفلوس في الحاجات دي كلها؟ ما تلم الفلوس وتاخد حاجه واحده تقضي الغرض. مش فاهم. انا فاهمك، البني ادم المصري بيقضي تلت حياته نايم والتلتين في الزحمه، فالصينيين راحوا عملوا لنا الاختراع ده. ايه ده؟ منزل متنقل، شقه عباره عن 3 متر في 3 متر، اوضه مطبخ حمام، وكل ده على عربيه ربع نقل. قشطه. مش فاهم برضه يعني. ابسطها لك، شفت فيلم كراكون في الشارع؟ شفته. هو كان عامل دور ايه فيه؟ هو ايه اللي كان عامل دور؟ ده افيه؟ ولا انت بتضايقني؟ انا بهزر يعني. طب معلش استحملني بقى في اللي هيحصل. ليه؟ يا جماعه 15000 جنيه. لا لا والنبي هتتطلق. عشان خاطري انا بس عايز افهم والله. افهمك. تخيل معايا كوبري اكتوبر واقف الساعه 2 الظهر، براحته، هو حر، انت قاعد جوه بتشرب كوبايه شاي. تخيل لو في تشريفه معديه، انت بتاكل لقمه، بتنام لك ساعتين، الحياه الذ. تصدق والله فكره حلوه قوي دي، كمان لونها بينك. ايوه كمل يا استاذ كمل. طب اقول لحضرتك حاجه، انت ما نفسكيش تعيشي في حته راقيه زي الشيخ زايد، كومباوند من اللي بنشوفه في التلفزيون؟ الله نفسي قوي. يا حبيبتي براحتك، اركني في اي حته زي ما انت عايزه. القطاميه هايتس، بيفرلي هيلز، الزمالك. لا بلاش الزمالك لانك مش هتلاقي ركنه او العربيه هتتكلبش. حلو قوي ده يا احمد. حلو قوي، انا عايزه مدمن. ماشي معلش يا حبيبتي سوري. حاضر حاضر. انا اشتريت على بركه الله. لا 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 ثواني، انا لازم اقول لماما. طبعا يا حبيبتي، قولي كمان لماما ان عمه عنده كونتينر نقدر نعمل فيه الفرح والزفه، يعني 2 في 1 زي النسكافيه. يلا حبيبتي سلام. ده الكارت بتاعي عشان لو حد من اصحابك حب ياخد من عندي بيوت جاهزة. ماشي. بقول لك يعني عندي كمان مكاتب ومحلات. ماشي. وفي بقى حاجة جميلة ليك، لو حبيت بعد الجواز تتشاقى كده ولا حاجة. ايوه. ده التوك توك الساحر. ايه ده؟ متفايم. ها؟ الله ومتفايم فميه فميه. فميه فميه، ورا بس عشان الفايم لسه واقف. ايوه صح. ايه ماما قالت ايه؟ موافقة. بس قالت لازم تجيب اوضه النوم من دمياط وتعمل اوضه تانيه في الشقه علشان لما تيجي تبات هي واخواتي. اوكي هترمي اليمين هنا ولا نخش المكتب مع بعض؟ دور التوك توك يا دكتور عقبال ما اجيلك مع اول زبونه. اتفضلي معايا. اقول لماما. اتفضلي معايا بدل ما اجيب امك معانا. سلام. الولاد لاقيينها على بعض قوي. حد من حضراتكم كان متابع مسلسل لن اعيش في جلباب ابي؟ المسلسل ده مش بس ادانا كنز كوميكس عن عبد الغفور البرعي وحزن عبله كامل والنصايح بتاعت سردينه، لا، المسلسل ده ادانا محمد رياض اللي كان رافض يعيش في جلابيه ابوه. انا ليه بقول محمد رياض؟ لان اكتشفت ان الشباب كلهم دلوقتي محمد رياض. كل الشباب عايزه تخرج عن طوع ابهاتها. ابن المهندس عاوز يطلع دكتور، ابن الكهربائي عاوز يطلع سباك، ابن الزملكاوي عاوز يطلع اهلاوي، حقه ماشي. طب ليه الابن ما يكملش رساله ابوه؟ ليه يا ترى؟ لو انت كأب ابنك خرج عن طوعك هتتصرف ازاي؟ هاو يلا يا امل، يلا يا حبيبتي، زمان ابوكي واخوكي جايين. حاضر يا ماما، جايه اهو. مش كان المفروض يا ماما نروح نجيب بابا من المستشفى مع كريم؟ يا لهوي، هو انا اقدر يا بت رجلي اتخطي بره البيت من غير ما اخد اذن ابوكي؟ وبعدين يعني مين كان هيقعد يعمل الاكل؟ ده الواد اخوك انا عملت له شويه رز وملوخيه على جنب يا قلب امه، ما بقاش ياكل لحمه خالص، مش عارفه في ايه. كريم ما بياكلش لحمه يا ماما عشان كريم نباتي. يا فضيحتي يا فضيحتي، مين ده اللي بناتي يا بنت؟ اخوكي ده كروسين الرجاله كلها، انت ازاي تقولي على اخوكي كده؟
كده؟ بناتي ايه يا ماما؟ بقول لك نباتي نباتي. بابا مع السلامة يا حاج. سلمك يا حاج، نورت بيتك ابو كريم. وش يا حاج؟ ابو كريم ازيك يا عامل ايه؟ اهلا يا اخويا، نورت بيتك والجزارة يا اخويا، كانوا مضلمين من غيرك. انا جيت انورهم اهو. في ايه يا ماما؟ في ايه يا ام كريم؟ ريحة اللحمة جايبة لاخر الشارع، انت بتحمري اللحمة ولا بتعذبيها؟ في ايه؟ ايه يا ماما ده؟ ايه ده؟ قليل صح؟ انا قلت لك نزود الاكل شوية يا مزغودة، قلت لي لا. قليل ايه بس يا ماما؟ ده مش غدا، دي وليمة لحمة. انت خلصت اللحمة اللي في الجزارة كلها؟ انا مش قايل لك 100 مرة ان الدكتور منبه على بابا يخف اللحمة شوية؟ وهي فين يا اخويا اللحمة دي؟ اه لا فعلا مفيش لحمة خالص. امال ايه ده؟ دي لحمة محمرة. وده؟ دي لحمة مشوية. طب والطبق اللي هناك ده؟ لا بقى ده مش لحمة، ده بفتيك. اه لا بفتيك مش لحمة فعلا صح. جرايا ده كريم انت فيه ايه؟ خايف عليا قوي؟ سيدي خليها على الله، كانوا شوية كوليسترول واقفين في الشريان التاجي وراحوا الحل خلاص. ما يا بابا يا حبيبي، شوية الكوليسترول دول واقفين ليه في الشريان التاجي؟ واقفين جنب كشك مثلا بيزفوا كرات دم بيضاء على كرات دم حمراء وبيتصوروا. خيبك. طالع لبك دبك خفيف. هو انا اللحمه اللي ببيعها لونها ايه؟ احمر. واللي باكلها لونها ايه؟ احمر. يبقى لازم يوقفوا في الشريان، ما لو في لحمه خضراء كانت عدت. ما هو يا بابا يا حبيبي، مثلا صباع الطرب اللي قدامك ده بيقف في الشريان يسده. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. جرايا واد، انت باصص لابوك في لقمته؟ ما تسيبه يا اخويا. كل يا اخويا كل قبل ما الاكل يبرد. يلا مطرح ما يسري يمري. يا سلام، ريحه الاكل مخففه. تسلم ايديك يا صفاء، احسن من الاكل اللي كانوا بياكلوني في المستشفى. اكل صايس كده، لا لون لا طعم ولا ريحه ولا لون حتى. لو كانوا بياكلوا ابوك ايه يا امل؟ ايه؟ سلطه. عشان كده انا قلت لهم يمنعوا الزياره عن اي جزار اللي هيجي يشوفني. يا دي كسوف، سلطه ابوك ياكل سلطه. ما هو يا بابا السلطه اللي مضحكاكوا قوي دي مليانه فيتامينز. وانا عارف انها مليانه فيتامينز اللي انت بتقولها دي، بس مفيش مانع يعني جنب السلطه دي يبقى فيها فخده ضاني، حته من الزند كده، حته بتلو، ساعتها السلطه تبقى طحينه ولا بابا غنوج. مش بروكلي الحاج صبحي كان بروكلي. برضو على فكره يا بابا، البروكلي اللي بضحكوا قوي ده افيد بكتير من اللحمه. وبعدين يا دكتور مهلك عمال تشتم في اللحمه من الصبح؟ اللحمه دي اللي ربيتك وكبرتك، اللحمه دي اللي جابت لك العربيه اللي بتتباهى بيها قدام زمايلك في الجامعه. تلم. ما هو برضو يا بابا زي ما جابت لي الحاجات دي كلها جابت لك النقرس. جابت لي النقرس وماله يا سيدي تجيب لي النقرس؟ طب عشان قله ادبك دي وحياه امك لا تنزل معايا بكره محل الجزاره. لا انا مش هنزل محل الجزاره خالص. ليه بقى ان شاء الله؟ عشان انا اوعى تقول يا كريم ابوك تعمل لسه خارج من عندك. لا لازم اقول له يا بابا. لا يا كريم هقول له. يا كريم ما ينفعش يا كريم. لا لازم اقول له. بس بس انتوا ايه؟ ايه؟ ليه؟ عشان انا يا بابا انا نباتي. وما باكلش اللحمه دي خالص. ابني صبح الجزار نباتي. ابني انا نباتي. صفاء. ايوه حاج. صفاء. ايوه يا اخويا. ايوه هات حته الطرب اللي الواد ده ياكلها. حاضر عينيا. كل يا واد. لا مش هاكل. كل يا واد. مش هاكل الطرب. كل يا واد. مش هقدر مش هقدر. ابعدوه عني. كل الطرب. مش هقدر يا بابا انا اسف. كل الطرب. انا اسف يا بابا. هريك طرب. انا اسف يا بابا مش هقدر. اقول لك هريك طرب كل. مش هقدر يا بابا معلش. اقعد يا صفاء. حاضر يا اخويا. انا اللي غلطان. انا اللي كنت لازم اخد بالي من زمان. فاكره خروف العيد اللي جبناه كنا نربحه وقعد يعيط؟ فاكره لما قرب خروف العيد قبل العيد بيومين فضل يقول له اهرب يا معتصم اجري يا معتصم؟ كان لازم اخد بالي من ساعتها. ده انا كان لازم اخد بالي من ساعه ما سماه معتصم. الله يرحمه بقى. الله يرحمه ازاي؟ ما تقربته احنا ما ذبحناهش. حادثه خبطته عربيه. اقول ايه؟ أقول إيه في الحارة؟ أقول إيه للناس؟ ده واحد جزار زميلي
كان هيدبح ابنه عشان شافه بياكل فراخ. يوم يطلع ابني انا ابن صبح الجزار اللي جزار ابا حجيت اطلع دمعتي معلش يا اخويا حقك عليا ارفع راسي ازاي انا في الحته كلها اعمل ايه؟ انت ما خلفتيش غير بنات يا صفاء ابن والنبي انا مخلف عزب عزب اسمها كريم اعمل ايه؟ اتصرف ازاي؟ معلش معلش يا اخويا حقك عليا انا من نجمه هطلع على البلد يا اخويا واشوف الشيخ الشيشيني اخليه يجي يعمل للواد زار وان شاء الله يبقى زي الفل ويرجع ياكل لحمه تاني شيخ ايه يا ماما في ايه يا جماعه انا زي الفل انت السبب صفاء انت السبب الواد ده من وهو صغير لما كنت تحطي له ملوخيه على رز وتاكليه كنت قاعده اتحايل عليكي واقول لك فصصي له حتتين لحمه معاهم طب زقي له حته سجق اي حاجه تقولي لي لا هو كده تمام وما بيحبش ما انا يا اخويا اللي كان مطمني ان الملوخيه كانت معموله على مرقه عامل ايه يا واد عامل ايه بابا بابا ابو كريم بابا انا لو حصل لي حاجه دلوقتي مين يقف مين يقف بدالي في محل الجزارة انا يا بابا انا اللي هقف مكانك في محل الجزارة جدع راجل بس هبيع في الجزارة خضار وفاكهة اخلص اخلص يا كلب اطلع بره انا بره يا كلب قلبي وربي غضبانين عليك ليوم الدين ولا رجلك تتقطع من البيت والمحل والمنطقة كلها اي مكان انا اتوجد فيه اياك تهوب ناحيته اطلع بره بره ماشي انا همشي ومش هتشوف وشي تاني خالص خد هنا انا سيب مفتاح العربية طب وامشي ازاي؟ خد اوبر بس الريت عالي قوي دلوقتي كريم قلت اوبر اقعدي معلش يا اخويا حاضر رحمتك يا رب عفوك ورضاك لا اله الا الله ابن الواحد بيعمل فيا كده ثم محل جزارة ايه اللي هيبيع خضار وفاكهة ده افيه لو افيه قولوا لي نضحك افيه طب انا اضحك الناس ما عندها استعداد تعمل اي حاجه عشان تنجح اي حاجه العيل يغش في الامتحان ويخرج يقول انا غشيت كل الامتحان بمنتهى الافتخار لا ده في كمان اللي يقول لك انا غشيت كل الامتحان الحمد لله تستاهل الحمد يا حبيبي الله امال فين من غشنا فليس منا ده في ناس كمان تخصص براشيم بياخدوا عليها فلوس ده انا عرفت ناس بيعملوا البرشام جوه النضاره يا اولاد القرود جديده دي لا لا احنا ما لحقناهاش بصراحه يعني وبعدين الطالب ده اللي كان بيغش يكبر يبقى موظف منافق مرتشي كل ده عشان ايه عشان ينجح الله طب امال فين الاجتهاد الشغل يحب الخفيه انما الاجتهاد ده سبان الحمار اللي في ساقيه يا للدرجه دي الناس كلها عايزه تنجح وده حقها بس ازاي بقى في ناس بقى بتلجأ لطرق تانية خالص طرق مش من العالم ده من العالم الآخر تجيبنا فين يا شيخ؟ تقلقش يا بيوم أنا عارف إن أنت عندك أسئلة كتير لا 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 أنا فهمت يا ابن القرود بس أنا قلت شيك ولا يعمل كده مش أنت هتريك أنت اللي مركز يا خلبوس تجيبني هنا بتحتفل بعيد ميلادي طب على ايه يا عم الجو ده كله؟ ما كان كفايه تورتايه مكتوب عليها 29 وخلصنا. هو انت عيد ميلادك النهارده؟ اه. عيد ميلاد ايه اللي هحتفل بيها يا بيوم؟ انا اصلا ما اعرفش ان انت اتولدت زينا ولا كنت صغير، انا فاكرك نزلت علينا كبير زي ما انت كده، زي عبد الوارث عصر ولطفي لبيب وحسن عابدين والناس دي. طب خلاص خلاص. الله، امال جايبنا هنا ليه؟ انا جايبك هنا عشان الورق. عشان ايه؟ الورق. ورق؟ شكلها غرزه. ورق سكريبتات اللي بنمثل منها سكريبتات؟ اه طب ما كنا جبنا من انظران انظران ايه؟ يلا يا بيومي تعالى بس اوريك في ايه؟
ايه ده؟ مين الراجل ده؟ ده المستقبل، ده اللي هيودينا الاوسكار. كامل ابو علي ولا تامر مصر؟ لا يا بيومي، هما مش بيقولوا في ازمه ورق في البلد ومش لاقيين سكريبتات؟ اه ده بقى عنده الحل، افلام، مسلسلات، برامج، واسرع من اسرع مؤلف في مصر. لا لا همشي. لا يا بيومي مش هينفع، اخر المطاف اجي الراجل مخبول زي دوت عشان يقرا لي سيناريوهات ويقرا لك على السيناريوهات لو حبكت. يا بيومي دي الافلام اللي مكسره الدنيا كلها خارجه من عنده. انت شفت هروب اضطراري؟ شفت مشهدي وروحت. ده مكسر الدنيا، جايب 50 مليون في السينما. اها وده بقى خارج من عنده؟ لا بس بيقولوا حلو، تعال نروحوا لما نخلص. طيب ماشي. طب انا همشي دلوقتي. يلا يا بيومي تعالى بقى. مش هينفع. تعالى بقى. تعالى تعالى يا بيومي يا فؤاد، خايف من ايه؟ سلام القول من رب رحيم. عارف اسمي ازاي الراجل ده؟ عارف اسمك ازاي؟ الدبانه اللي حوالينا عارف اسمك يا بيومي. تعالى بس تعالى. السلام عليكم يا شيخ يوسف. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تعالى بيوم اقعد اقعد. النجفة دي واطية أوي. خدت فيه. إيه يا بيوم يا فؤاد؟ أمرني. قرينك بيشتكي منك ليه؟ ليه بس؟ مش عارف ياخد نفسه منك لا ليل ولا نهار. بيقول لي بيطلع من مسلسل يدخل فيلم. يطلع من الفيلم يدخل على الإعلان. وهو قاعد بيشتكي قدامك اهو. فين؟ هنا؟ قاعد على الشلتة قدامك وليل ونهار يقول لي احرقني بقى يا شيخ يوسف. لا خلصني من الغلب اللي انا فيه بقى يا شيخ يوسف. معلش يا شيخ يوسف، هو كريم بيومي ده شبهه؟ شبهه الخالق الناطق يا استاذ ماجد. طب ما حلوه المصلحه دي يا بيومي. ازاي؟ بدل ما انت مش ملاحق على الاوردرات ومش عارف تروح، قسموها مع بعض، انت اوردر وهو اوردر، انت فيلم وهو فيلم، انت مسلسل وهو مسلسل، وتاكلوا السبوبه مع بعض. لا مش هينفع. طب الله. لانه اكيد مش نقابي. معاه كارنيه تطبيقيين. مهنه تطبيقيه؟ لا ما ينفعش. طب انا معايا المهنه التشكيليه وما بشتغلش بيها. ايه يا بيوم، انت عايز تطير السبوبه من العفريت؟ سيبك من الكلام ده يا شيخ يوسف، ما عندكش فيلم ليه انا وبيومي بس يكون دوري فيه اكبر منه بكتير؟ عندي. والله عندي، عندي ولد جن مصور. مصور افلام ومسلسلات قبل كده يعني؟ لا 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 لا، ده تعبير بنستخدمه احنا كدجالين. جن مصور يعني بيشتغل في كل حاجه. مش من الجن والعفريت اللي هم بياخدوا مصروف من ابوهم كل يوم الصبحيه. عنده فكره فيلم جهنميه من الافكار اللي انتوا بتحبوها. ثانيه واحده. الراجل ده شكله تقيل قوي قوي. امال انت فاكر احمد فتحي بيمثل ازاي لحد دلوقتي؟ انا كنت فاكر انا اللي برشحه بس. ها ايه ده برنت؟ خد عندك. اتفضل. اتوبيس ماشي في الطريق السريع. كويس. الاتوبيس ده عليه مزه. اه. وفي قنبله. لو السواق بطأ السرعه الاتوبيس هينفجر. وانت كظابط شرطه. انت بتنحت يا شيخ يوسف، ده فيلم سبيد. ده اجنبي الفيلم ده؟ اه. انا فيه؟ لو دورنا هنلاقيك اكيد. بلاش ده. نشوف حاجه تانية. هو ده. خد عندك. فضل. مركب من اللي بيمشوا في البحر. معلش مركب ايه؟ من اللي بيمشوا في البحر. لما منطلق ان في مركب بتمشي على المحور. احنا كعفاريت عندنا مراكب بتمشي في الفضاء. اه. المركب ده ماشي بسرعه جباره. اه. عليه قنبله وعليه مزه. سواق المركب لو بطأ السرعه. اه. المركب هينفجر. انت بقى عليك كظابط بوليس ان انت تنزل. يسيتو. ايه ده؟ انت غيرت اللوكيشن بس، غيرت المواصله، بدل اتوبيس بقينا مركب. في ايه يا حاج؟ كده؟ بتحرجني قدام الضيوف وديني لحرقك. لا 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 ما تتكش عليه يا شيخ يوسف، ده لسه مؤلف جديد يعني، وبعدين يعني ما احنا ياما سرقنا من الاجنبي. يعني لو كل حد سرق حضرتك تحرقه، كان الاخ ده واتنين زماله تفحموا من زمان. طبعا.
طب خلاص، انا عندي فكره فيلم من اللي انتوا عايزينه، مليان افكار جهنميه، بس للاسف بيتر لسه خارج من عندي. بيتر ميمي؟ لا، بيتر جاكسون، مخرج فيلم لورد اوف ذا رينجز. ايوه، طب ما هو ده بيتر ميمي، بس هو ساعات بيكتب بيتر جاكسون وساعات بيكتب بيتر ميمي، لان اسمه بيتر جاكسون ميمي. هو بيتر ميمي. طب سيبك من الكلام ده يا شيخ يوسف، انا وبيومي معانا سكريبت بس هو تعبان قوي، ينفع تقرا لنا عليه نخش نصوره يضرب يجيب ايرادات؟ طب قبل ما اقري بقى، عايز اقول لكم على حاجه، انا عامل ورشه كتابه من شويه عفاريت خريجي نقد ودراما، ماسكهم ولد عفريت، بس ايه عفريت الواد دوت نقد ولا دراما؟ لا، خريج نقد. عنده كل الافكار الجهنميه اللي انتوا عايزينها بالظبط. حلو قوي، حضره يلا. الو، ايوه محي. ايه ده، في عفريت اسمه محي؟ في نجم اسمه بيومي. عندك حق. ايوه حبيبي، عندي لك مفاجاه جميله جدا، الحلم اللي انت نفسك فيه. قدامي مين دلوقتي؟ الاستاذ هشام ماجد والاستاذ بيومي فؤاد، جايين عاوزين ياخدوا سيناريوهات. قول لي يا محي حبيبي، انت فين دلوقتي؟ في الحمام. في الحمام؟ لا خلاص سيبه براحته. لا ده بيته، هي العفاريت بتعيش في الكبانين. طب بقول لك ايه، وحياة عمو يوسف عندك، ما ترد على الموبايل وانت سايق عشان انت سواقتك وحشه. يلا يا حبيبي، احنا في انتظارك. مساء الخير يا اساتذه. ما تتخضوش. ايه ده، الواد دوت مش شبه الجدع اللي في الفندق اللي بيجيب لنا الاسانسير؟ لا يا عم، مش هو ده لسه ظاهر قدامنا اهو. انا اسف جدا على التاخير، انا الحقيقه مش مصدق ان انا قاعد قدامكم، وكان نفسي قوي اتصور معاكم، بس للاسف انتوا عارفين العفاريت ما بتظهرش في الصور. فعلا، معلش بقى خليها المره الجايه نبقى عاملين حسابنا بقى، بس ليك علينا لو الفيلم عجبنا اخلي استاذ بيومي يلبسك. لا ايه، البس ايه؟ ده يطلع ضايق عليا جدا. انا ما يشغلنيش ده دلوقتي، انا كل اللي يشغلني ان الفيلم ده يعجبكم. انا بس حابب في الاول كده اديكوا نبذه صغيره عن الورشه بتاعتنا. احنا كتبنا افلام كتير قوي للسينما، بس للاسف معظمها اتسرق مننا. يعني مثلا اي فيلم شفتوه يتعلق بكلمه جحيم، نار، شعوذه، انس، جن، كل ده احنا اللي كاتبينه. جحيم في الهند تاليفكم؟ احنا كنا عاملينه باكستان بصراحه. جحيم غير استان. جحيم تحت المايه بتاعكم الاولاني عشان ما ابقى ظالم حبيبي. ده فيلم نهارنا ابيض، النهارده فل، عقبال ما تخلصوه ان شاء الله نكون كتبنا لكم الجزء الثاني ليلتنا بيضة حبيبي. حاجة مختلفة خالص يعني. شوف، بسم الله. ليه يا بيومي، يا حبكت يعني التقوى دلوقتي؟ ليه كده يا استاذ بيومي؟ ده لسه متعين اول امبارح. انا متعود على كده يا جماعة، انا كل اللي بقراه في اي سيناريو في الدنيا بسم الله الرحمن الرحيم وبمضي. اهو المؤلف اتحرق، هنعمل ايه دلوقتي يا شيخ يوسف؟ العمل عمل ربنا، هعمل لكم دلوقتي حجاب ارتجال تستحموا وتلبسوه، اي افيه انتوا هترموه هيتردلكوا على طول. ده حلو قوي، ده اعمل لنا اتنين بقى. اتنين ايه؟ ما عندكش شغل، اعمل لنا 12. ما عندك شغل اصلا؟ عينيا، بس هستاذنكم في حاجه ولو فيها اساءه ادب. اتفضل. تكتبوا اسمي على التتر انا واللبيس بتاعي. ودي تفوتنا برضه يا شيخ يوسف، ليك علينا، هنكتب في التتر النهايه اعمال سحر وشعوذه الشيخ يوسف تعاطي. في التتر النهايه كده في بعد السواقين. اهلا وسهلا. اهلا بيك، منورنا والله يا شاب حبيبي، ومبروك على الجزء الثاني. الله يبارك فيك. صور في خرابه ما شاء الله، مكلفين انتوا. الحمد لله. الحمد لله على كل شيء. واضح ان المنتج راجع نفسه بعد سيزون وان يعني. هو احتفظ بيا بس. صغير لكوشنات كتير بس ده لطيف. عامل ايه يا يوكا؟ الحمد لله تمام. الحمد لله. عايز ايه بقى؟ هشام، انت وعدتني لما جيت اشتغلت معاك انك مش هتعمل اي حاجه غير وانا، من ايام ما كنا مع بعض بنات العم الحمد لله ما فيش حاجه دخلتها غير معاك يعني، بس انت وعدتني انك ما فيش اي حاجه تخشها غير وانا معاك، انت لسه عند وعدك؟ في اي حاجه دخلتها انا من ساعتها وانت مش معايا؟ لا الحقيقه. في اي حد في الوسط الفني دخل حاجه وانت مش معاه؟ تحصل. ما حصلتش. انت اجباري مش اختياري يا ايوك، انت عارف.
يعني انت عند وعدك. الحمد لله. الحمد لله. الحمد لله رب العالمين. طب خير خير ان شاء الله. اتفرجت على حاجه غير خلصانه بشيخه السنه دي؟ اتفرجت على 30 يوم. انا يعني اغلب الحاجات اتفرجت على حلقات بس يعني يمكن 30 يوم اكتر حاجه تابعته للاخر يعني شفت نهايته. شفت كم يوم فيها يعني؟ تفتكر اكمل في البرنامج تكمل في التمثيل اصلا؟ لا تطفئ الشمس شويه، هذا المساء شويه، المسلسل بتاع فهمي شويه. رايح اسمه رايح المدام. الولد اللي اسمه رايح الولد اللي اسمه احمد هو الولد الثاني اللي معاه ده مجتهدين العيال دي. اكرم حسني. هشام انت بتمثل وبتكتب، لو افترضنا ان في سيناريو انت ما كتبتوش واتعرض عليك وما فيهوش كوميديا خالص، حتى لو دورك بس لو ما فيهوش كوميديا خالص تعمله؟ اصل انت يعني اللي بيخليني بقول الكلام ده ان انت وشيك وخصوصا بتقعد تتريق عليا لما اروح اعمل جد وحاجات بتقول انك بتستهلك كهرباء على الفاضي وحاجات كده. بنضحك اكتر لما بتعمل جد بنضحك اكتر. لا بس شيكو اقتنع بيا اخيرا لما شاف هي ودافنشي، كان عاجباه جدا. كان عاجبه الشغل بتاع هي ودافنشي. بس احنا متفقين ان احنا مش هناخد على كلام شيكو قوي. قصدك لو جالي حاجه جد يعني اعملها ولا لا؟ نفسي والله يبقى يوم اعمل حاجه جد. انا في حاجتين ما عملتهمش نفسي اعملهم. ايوه. نفسي امثل حاجه دراما تراجيدي يعني، وتراجيدي جامد يعني حاجه عياط قوي فاهم؟ فيلم يعني نكد. ونفسي امثل مسرح، ما مثلتش مسرح عمري. طب اخترت مسرح؟ والله؟ ايه رايك؟ اسهل ولا السينما؟ لا 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 اصعب. اصعب المسرح؟ اصعب. بس انا اخاف المسرح، اقول حاجه الناس ما تضحكش ممكن خلاص كده شكرا بقيت المسرحيه. انا بدات بالاصعب زي اللي بيبدا بالمانوال وبعد كده يسوق الاوتوماتيك، واخد بالك؟ انا بدات بالاصعب. انا اسف طبعا للتشبيه، التشبيه مختلف يعني، بس المسرح هو الاصعب. اوكي. فانا بدات بالاصعب قوي وقعدت فيه فتره كبيره جدا، وبعد كده بدات اعمل سينما. وايه امتع بقى بالنسبه لك فيهم؟ مفيش في متعه المسرح والله طبعا، لان رد الفعل مباشر، تاخده وقت. بس ممكن يجي عكس. ممكن يجي عكس. طب يا سواد ليل الكوميديان لو رمى افيه وما جابش سواد ليله من اللي معاه؟ لا لا هو نفسه كمان احباط فظيع. احباط، وطبعا اللي معاه بيتريقوا عليه. طب ده في حاجات بتبقى على المسرح وقتي برضه يعني رد الفعل على المسرح. والله العظيم يعني بنعزي بعض واحنا واقفين على المسرح. يعني في حاجات تعيش وتاخد غيرها والكلام ده، في الجمهور بياخد باله ساعات يعني. وانت وفتحي؟ ها انا وفتحي ده بقول ايه نحييه من هنا طبعا احمد فتحي. طبعا في الاراضي الحجازيه والله. مش والنبي فتحي ادعي لنا يعني لما هيشوف البرنامج ان شاء الله يشوفه في السعوديه باذن الله، بيعمل مسرح هناك. والله. طيب بجد ولا بتهزر؟ والله العظيم في السعوديه بيعمل مسرح. مع سعد. مش بيعمل عمره؟ انا فهمتها كده. طيب فيلم انت كتبته وبعد ما كتبته حل في عينيك، يعني كتبته لحد مش ليك ولا بتحصل ساعات والله يا بيوم. عشان كده بطلت خلاص بقى، مش عايز اكتب لحد تاني. عشان فعلا بلاقي الحاجه ساعات تطلع حلوه مننا غصب عننا طبعا، ما بنبقاش قاصدين فتحلى في عينك. فاهم؟ بس والله بسيبها يعني. ما بحولش حاجه لينا. اتفقت خلاص. انما بيبقى طبعا صراع نفسي فظيع. ما بقتش بقى عايز اكتب لحد خلاص بقى. هسألك سؤال انا عارف اجابته عشان انا يعني عشرة العمر معاكم وعايشين مع بعضينا والكلام ده، بس الجمهور محتاج يعرف يعني. ايه سبب خلافكم مع لما يتسمى فهمي؟ ما شاء الله عليك يا بيومي، بتقول اسئله ما اتقالتش قبل كده في اي برنامج ولا اي حد سالها. انا مش متابع. انت كرييتيف جدا. حقيقه انا مش متابع والله، ما شفت، ما اتريقش عليا حضرتك، انا مش متابع. هقول لك بقى الحقيقه بقى، اقول لك الحقيقه كده بقى. عايز الحقيقه بقى من الاخر بقى، تعالى لي كده بقى. هو بالظبط احنا كالعاده يعني بنتخانق في كل فيلم يعني وبنتصالح على يدك يعني. انا شفت المر والقرف. فكان عندنا فيلم بيتكتب اسمه الرجل العناب، اللي هو كان مسلسل وكنا هنقلبه فيلم. تمام. ماشي. اتفقنا ان اللي يكتبه فهمي وشريف نجيب، وفعلا كتبوا الفيلم ومش عارف ايه، وبعدين انا وشيكو كان عندنا نقط في الفيلم وعندنا تعديلات في الفيلم. فهم شافوا ان، او فهمي بالذات شاف يعني انه عدم تقدير او ان احنا ما قدرناهوش في الفيلم ده. فحصل خلاف، مش خلاف جامد ومش بخناق ومش بزعيق، بس كان يعني في الاخر القرار ان هو خلاص هو عايز يعمل فيلم لوحده واحنا نعمل فيلم لوحدنا.
هو برضه يمكن فرق طموح بيننا فاهم، ودي حاجه ما تعبوش بالعكس، هو بس هو طموح مختلف، كل واحد وليه طريقته وليه شخصيته فاهم. احنا انا وشيكو كنا شايفين ان احنا التجميعه الثلاثيه هي القوه فاهم، فما كانش عندنا استعداد لحتى فتره غير لفتره بعيده يعني ان احنا ننفصل، لان احنا شايفين القوه في دي اللي مش موجود منها يعني. تمام. كل واحد ممكن يعمل حاجه لوحده وهيبقى كويس برضه، بس في هيبقى شبه ناس كتير برضه فاهم، انما التجميع الثلاثيه دي ما كانتش شبه حد. الله، هو الرجل العناب دوت كان قبل الحرب العالميه؟ كان قبل الحرب العالميه؟ لا، بعد الحرب العالميه. هو عملناه مسلسل قبل الحرب العالميه. انا عارف، بس بعد الحرب العالميه قررنا ان احنا نحوله فيلم. هو كان مشروع من زمان. ما عملناهوش زمان. عملناه مسلسل. بعد الحرب العالميه لما جينا نعمله فيلم بقى هو اللي حصل خلاف فيه. وفي الاخر على فكره قرار الانفصال ده جه برضو علشان احنا يمكن لو كنا عملناه سوا كنا ما كملناهوش من الخناق، لان فعلا انت بتوصل لمرحله خناق وضغط عصبي وستريس طول الوقت اللي هو ممكن تعيا فعلا. فالانفصال ده جه راحه لينا كلنا. المشكله بقى ان الناس كلها حطانا قصاد بعض في كل حاجه، يعني حطانا في دماغهم ان دايما مقارنات مقارنات مقارنات. في الاخر احنا ما سبناش بعض علشان ومتمنى يعني احنا ما لا نتمنى ليه الفشل ولا هو يتمنى ليه الفشل، بالعكس احنا العلاقه بينا اقوى بكتير من اي افلام نعملها، تولع الافلام بالمسلسلات فاهم. وفي عز الموضوع دوت وهو راح عمل حاجه وانت عملته حاجه، رحت عملتوا الفرنجه مع بعض. بالظبط، سافرنا عملنا الفرنجه مع بعض. ولسه راجعين اصلا من 3 شهور كنا بنصور اخر سيزون ده. انا كنت معاكم في البتاع. في التلج. رجعت من هناك على المستشفى حضراتكم. في التلج. وعلى فكره انا لما اتناقشت مع فهمي قال لي بيومي ان اجلا او عاجلا هننفصل، مش هنفضل طول عمرنا 3. بالظبط. فالادوار تتقسم على 3، فالفلوس تتقسم على 3. يمكن هو بدل الخطوه شويه. بس هي يعني عاجلا او اجلا هتحصل. يعني احنا لو عندنا 50 سنه اكيد مش هنبقى 3. يعني فاهم، هتبقى غريبه برضو. 3 جراندات. يعني حتى انا وشيكو احنا مع بعض دلوقتي ومع بعض الفيلم الجاي، بس ممكن نكون هننفصل برضه في وقت من الاوقات. اتمنى انه يبقى بعيد الوقت ده. بس اكيد في وقت من الاوقات هو هيعمل حاجه لوحده وانا هعمل حاجه لوحده. طب لو دلوقتي وبدون خلاف، يعني دلوقتي هشام الطلب وبدون خلاف خالص ولا اي حاجه في الدنيا، في حاجه لوحده وانت شايفها لطيفه بس بطوله خلاص، تخاف تعملها لوحدك يا هشام وتسيب شيكو، ولا تروح تعملها وما يهمكش؟ مش فكره خوف، بس فكره ان انت احنا عندنا كذا فكره شايفين ان احنا عايزين نعملها مع بعض. يعني احنا في قدامنا 3-4 حاجات دلوقتي في دماغنا لقدام، حاسين ان احنا ممكن نعملها مع بعض. ممكن لو حسينا بعد شويه ان التركيبه دي الناس مش مبسوطه منها يبقى لينا قرار تاني. بس ده هيجي من عند الناس مش من عندنا فاهم. انما في الاخر برضو انت مش هتعمل فيلم لوحدك يا بيومي، ما انت هيبقى معاك ناس. طبعا. انا بعتبر ان انا معايا شيكو فاهم. طب ما انت معايا في كل الافلام يا بيوم. ايوه حبيبي. صح، احنا مش مع بعض في كل حاجه. ليه ما بيسالوناش السؤال ده؟ هو بس يعني عشان ليه ما بيقولولكش انت وهشام هتسيبوا بعض امتى؟ عشان انا باخد دور تاني او دور تالت في الفيلم، لكن انت وشيكو الدور الاول. مش صحيح، انت في حمله فريزر احنا دورنا زي بعض بالظبط. ماشي. بس هو خلاص هم حفظونا كده بالظبط، هي المسألة الناس لازم تخلق مشكله من لا مشكله حتى لو مفيش حاجه عشان يبقى في حاجه الناس تتكلم عليها. بما انك ذكرت حمل الفريزر بقى، فاكر ذكريات حمل الفريزر قبل ازاي؟ انا فاكرك انت. فاكرك انت في البحر. احنا شفنا يوم في كرواتيا في البحر ما يعلم به الا ربنا. فاكر المركب؟ الا دي حاجه تتنسي؟ والمهم ان انتوا ما شاء الله بتعرفوا تعوموا احسن مني بكتير جدا. كان في رعب برضه، كنت حاسس برعب في عينيكوا لان البحر كان فظيع ما شفناهوش قبل كده. ايوه، احنا خلينا نحكي برضه عشان احنا بنتكلم كان الناس عارفه فاهم. احنا كان عندنا مشهد المفروض نصوره في البحر وبيومي واحمد فتحي ينطوا في الميه. ماشي. فاللي حصل ان في مركب فيها انا وبيومي واحمد فتحي، ومركب فيها شيكو وكريم السوكي ونسرين امين. ماشي. واحنا مش لاقيين مكان ننزل فيه الميه، فروحنا في وسط البحر. فبقى كل اللي حوالينا ايه؟ بحر. ابتدى الموج يعلى قوي والبحر اسود جدا، وانت وفتحي اصلا مش عايزين تنطوا حتى على الشط.
وجالنا دوار بحر وبتاع وحاجات كده. في لحظه انا شفت قدامي حسين فهمي في فيلم العار انت و... انت وفتحي وشيكو عمال ينظر في المركب الثانيه ازاي استاذ التنظير ازاي انتوا تقدروا تقاوموا اكتشفنا بعد كده النغمة عليه في المركب الثانيه ولما قلت له ان بيومي عنده دوار بحر قال لك بيومي ما تبصش على علاقه العمارات بالمية. بالمركب بالميه بالكلام ده ما تبصش على علاقه المركب بالميه بص على علاقه الميه بالبحر بالبحر اي كلام ملو فاكر الشتيمه الكزره اللي انا وانت قلناها له في نفس اللحظه ايوه يعني في الحالات ده هي بقى هات راسه كده ادوله حاجه ادوله اسبرين طب ليه ما خدش دواء والكلام ده لكن مش هيكلمني في فيزياء خالص لا ولا في منطق الامور يعني وفاكر انا لما نطيت النطه في البحر والناس لو ركزت في الفيلم هتلاقي ان ايدك موجوده في المشهد طول المشهد انا لقيت مقبض كده واحد اتنين تلاته المفروض تنط واحد اتنين رحت ماسك في البتاع ونازل برجلك انا نزلت كده وانا ماسك المركب ببابض وامنت نفسي والكلام ده المشكله انه ايه انا طبعا مخوفكم كلكم لان انا مش قادر وعندي بانيك وحاجات كده انا مش قادر انزل البحر بمجرد نزول البحر انا نزلت ولا المركب وماسك المقبض دوت تمام انتوا نزلتوا بعيد عن المركب فقبيتوا انت واحمد فتحي اول سامح عبد العزيز بقى القط كل الناس بيبصوا على بيومي ملوش بيومي لان انتوا قبيتوا الرعب كله انه بيومي خلاص غرق في الموضوع ونزلوا في المركب الكلام ده نزلوا لقوني عامل كده اهوت وماسك البتاع والمنطقه دي كلها ما لمستهاش الميه خالص كان يوم صعب بايدي كان يوم صعب كان يوم فظيع ونزلت ثلاث مرات الميه والثلاث بشوف ما شاء الله اذكى اخواتي الثلاث مرات انزل بالمحفظه بالبطاقه بالكارديات بالفلوس بكل حاجه انا برضو نطيت في الميه بالموبايل فاكر في كرواتيا ده في البسين اول ما رحت ايوه صح الموبايل قمه الذكاء مش فاكر مين اللي قال لي برضه حط الموبايل في الرز هيسحب اي كلام اعتقد انه اقتراح فتحي او نسرين امين كردوس قال لي سيبه ثلاث ايام في الرز ولا الهوا طبعا هشام مين مثلك الاعلى غيري؟ غيرك بشوفك اقول الحمد لله غيرك ايه؟ تحمد ربنا مثلي كلنا يعني كل الناس عارفه ان احنا بنحب استاذ سمير غانم جدا جدا طبعا يعني انا ما فيش حد ضحكني في تاريخ السينما قده بصراحه بصراحه صح وفي برضو انا بحب جدا استاذ يحيى الفخراني طبعا جدا طبعا وكان نفسي في يوم من الايام ان انا امثل معاه حاجه الصراحه حتى لو جد حتى لو جد بس هو مبهج كده طبعا في الجد يعيطك في الضحك يضحكك بالظبط وطلته لوحدها كده تخض يعني طالما وصلنا للسؤال ده بقى مين بيضحكك حقيقي؟ رغم ان انا بقول انه الضحك مختلف دلوقتي مين من زمن الفن الجميل زي ما بنقول عليه كان بيضحكك قوي؟ خلاص ومين من الجيل الحالي الموجود بيضحكك قوي دلوقتي زمان ودلوقتي زمان كتير يعني رياض الأصابجي كان بيضحكني قوي جدا اسماعيل ياسين طبعا وسمير غانم برضو ما هو يعتبر من زمن الفن الجميل طبعا جدا يعني دلوقتي لا دلوقتي في ناس كتير قوي في ناس كتير وبعدين بعد موضوع السوشيال ميديا والناس اللي بتطلع يعني ففي ناس مش معروفين اصلا بيضحكوني جدا اكرم حسني بيضحكني جدا احمد امين بيضحكني عمرو وهبه بيضحكني كتير هنيدي وسعد وكل طبعا دول الاساتذه يعني هنيدي وسعد واحمد حلمي وكريم عبد العزيز كل دول بيضحكوني جدا بس في واحد بقى بيضحكني قوي يا بيومي الله يرحمه يعني يوسف عيد الله يرحمه يوسف عيد طبعا انا بقى محدش ضحكني قد يوسف عيد الله يرحمه طبعا واتشرفنا يعني ان هو اخر فيلم عمله كان معانا في الحرب العالميه وكان معانا في الرجل العناب كان فظيع كان تلقائي جدا وكوميديته لطيفه جدا وكمان على المستوى الانساني كان راجل جدع قوي جدا طول الوقت الله يرحمه ويغفر له نورت لي يا حبيبي ايه